تدعم البلاد عبر دورها في المؤسسات الحكومية دعم العمالة الكويتية لتنمية وتطوير المشاريع الصغيرة على كافة الصعد. محفظة صندوق الاستثمار الوطني والمعروف أيضا باسم شريكي هي عبارة عن محفظة استثمارية تهدف إلى تحقيق أرباح على المدى المتوسط من خلال استثمار أموالها في ترويج وإقامة ودعم المشروعات الحرفية والمهنية والصناعية والخدماتية الصغيرة والمتوسطة الحجم مع مواطنين كويتيين مؤهلين بهدف تنمية مهاراتهم الفنية وتشجيعهم على الانخراط في مجال الصناعات الصغيرة وأعمال الخدمات والمهن التي تحتاج لها البلاد وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. التقينا ببعض أصحاب المشاريع الصغيرة. بداية المشروع بدأت عندي كهواية من الصغر، كنت أحب الأشياء الجديدة، الأشياء الغريبة، فلما كبرت حاولت أوجه اهتمامي حق شيء معين، شيء يهم المرأة الكويتية، بما أن المرأة الكويتية تحب التغيير وتحب تواكب أحدث الموضة، فحاولت أصمم لها فساتين تناسب جميع المناسبات، تناسب جميع المستويات، بأسعار مناسبة حقهم كلهم في جميع المقاسات، ألوان مختلفة، ألوان زاهية، صيفية، شتوية، مسكت فيها لاين معين، والحمد لله بفضل الله مع التسويق الناجح صار المشروعي تقريبا المشروع الأول في الكويت المتخصص في الفساتين القطنية. لقد تم إنشاء محفظة صندوق الاستثمار الوطني في عام 1997 من خلال الهيئة العامة للاستثمار برأس مال قدره 100 مليون دينار كويتي لدعم المشروعات الحرفية والمهنية الصغيرة بحد أقصى وقدره 15 مليون دينار كويتي. فكرة مشروعي طبعا بلشت أول شيء بين الأهل والأصدقاء وكانت بسيطة، لكن الحمد لله وفضل الله كبر المشروع وفتحنا محل بمجمع من المجمعات وبدينا نشتغل فيه وبدينا بالإعلان وبالتسويق، وطبعا البضاعة اللي احنا عندنا هي تكون مجموعة من التربانات والشيلة والسكارفات والفساتين وبعض الاكسسوارات اللي تنضاف على الملابس. هو كل مشروع في مخاطرة بهذا الشيء، في يعني في خطة حق الربح والخسارة. طبعا الخسارة الحمد لله وفضل الله قدرنا ان احنا نغطيها، ما كانت خسارة عالية، بالعكس كانت ارباحنا الحمد لله يعني ممتازة. والزبون الكويتي، الفتاة الكويتية بحد ذاتها هي ذويقة، فالحمد لله قدرنا احنا اللي يعني نتوافق مع ذوقها ونلبي طلباتها. ويساهم الصندوق في تحقيق رسالة وأهداف الهيئة العامة للاستثمار والتي تتضمن تنمية الاقتصاد الوطني والمساهمة في بناء رأس المال البشري في الكويت عن طريق جذب الشباب الكويتي الموهوب والطموح وتدريبهم وإعدادهم بما يساعدهم في نجاحهم في أعمالهم وخلق فرص عمل جيدة.